FM. الكلمة ليك. مرحبا، اهلا وسهلا بكم. لتراس حتى للستة نتاع العشية، قاعدين حتى للستة نتاع العشية. أسامة عندك حكاية عن الأغنية هذه، شنو هي الحكاية؟ ما عندي حتى حكاية. لا بكري حبيت تقدمها أنت، حبيت تقول؟ صايب مشيت على روحك. مشيت على روحك والله، مشيت على روحك. ضيوفنا جاوا بحذانا سيف الدين جلاسي، زين الماجري فني رغم عني، والحدث نتاع الجمعة هذه في ولاية نابل في بوعرقوب، القاعة اللي كانت تسمى باسم الشهيد شكري بالعيد واللي ما تسميتش. هذا كل مش نرجعوا له بعد شوية نحكيوا معكم. مرحبا بكم أول حاجة. نبدأ بزينة. ما يسالش زينة، شنو أحوالك؟ عسلامة، مرحبا، لاباس أنت؟ والله الحمد لله، بور لو مومون لاباس، معناها مدام أسامة بحذايا عنده حكاية مع زعزع خاطر نص الليل، دونك لاباس. مزعزع خاطر. سيف الدين جلاسي، شنو أحوالك؟ لاباس. الفن في تونس لاباس؟ هكاك رغم عنهم الفن لاباس. نرجع بعد شويه نحكيوا على الجمعيه نتاعكم، نحكيوا على النشاط اللي بدا من 2011 تقريبا. كل يوم نسمعوا بحاجه في فني رغم عني، نسمعوا في حاجات مزيانين، نسمعوا في ديفينمون، نشوفوا في حاجات كبار. يسورتو التجربه الاخرانيه اللي عملتوها، مدارس اعداديه وقاعات خاصه بالنشاط الثقافي المسرحي بالاساس والسينمائي، والتجربه هذه اللي مش تواصل مش نحكيوا عليها. من قبل هذا كل اسامه عندك خبير خبر، هو كلمتنا امراه بالتليفون تحكي على طلعت في تاكسي خذتها من المرازقة حتى النابل اليوم ماضي ساعتين. في التاكسي هذي نسيت الساك مارون، نسيت ساك مارون، قالت لي فيه برشا وراق وتستحقهم معناتها. دونك التاكسيست اللي يسمع فينا اللي معناتها لقى ساك مارون في التاكسي نتاعو نتاع المراه اللي وصلها من المرازقه حتى النابل اليوم ماضي ساعتين، ينجم يجيبوا الراديو كافي ولا يكلم بالتليفون 31 363 750. النمره نتاعنا جديده اللي 31 36 57 50. يعطيكم الصحه التاكسيست الكل، يلقى دلندا يخلي لها ساك، ومشكور على الاخر اللي يرجع الساك خاطر سورتو فيه اوراق مهمين نتاع المراه هذه. والله لا يضيع اجر المحسنين بيان سور، دونك اللي يعمل حاجه باهيه دونك نجم نقول له كان يعطيك صحه، وانا متاكد ان تجي ساك تعمل خير تلقى الخير. حسين سورتو التاكسيات في نابل انا عندي ثقه كبيره فيهم، اللي هم اصدقائنا التاكسيات. وبيان سور عاد ناس الغازي ومالك ونزار الجو كله معاهم التاكسيات. نرجع نحكيوا على فني رغم عني، نحب نعرف البدايات سيف كيفاش هات نعرفوا شويه بالجمعيه، نعرفوا بالنشاط نتاعها. فولا فني رغم عني هي بدأت في الحراك الاحتجاجي اللي صار بين 17-14-2011. دونك بدينا دي جون من مختلف الاختصاصات، من الفن المسرحي للبوزاغ للموسيقى إلى غير ذلك. أيامات القصبة كنا نعملوا في الجرافيتي والرسم على الجدران متاع ساحة القصبة وغيره. بعد 14 جانفي قررت المجموعة هذه، قالت علاش ما تكملش تخدم ان طونك موفمون ارتستيك يخرج للشارع ويعبر بتعبيرات فنية في الساحات العامة إلى غير ذلك. تواصلت الفكرة وكبرت بشوي بشوي لين وصلنا اليوم جمعية، تأسست هي في 2013 كجمعية مستقلة تهتم بالشأن الثقافي للشباب اللي يعيشوا حرمان في المناطق الداخلية والحوم الشعبية. ولا أهم النشاطات اللي تقوم بهم الجمعية؟ النشاطات من أهمها هي التدريب والتكوين ورفع المهارات للشباب اللي يقوم بالفنون في نطاقها الهواية. الشباب اللي يمارس في الفنون في الهواية، احنا مهمتنا ان نتنقلوا له، ان نتقاسموا مع بعضنا التجربة اللي قمنا بها احنا ونمرروا الخبرات هذية، وهو من بعد يكون مجموعات وتكون ديجا مجموعات في تونس تنشط اليوم في مجال فنون الشارع والفرجة وإلى غير ذلك. سورتو فنون الشارع اللي كانت تقريبا غير موجودة في تونس، معناها من عصور ما نعرفوش، معناها كانت ممنوعة حتى بالقانون، معناها ومع الناس ناس متكونين في الشيء هذايا، والنشاط الثقافي كان محصور داخل الفضاءات الثقافية المغلقة يعني داخل القاعات يعني. ومن بعد الثورة ما شفناش تجارب كبيرة صراحة في تونس الترشيق هذيك نتاع الفن ما صارتش في تونس. كان للأمانة مع فني رغم عني في محاولات وإلا في بعض التظاهرات اللي حبت تخدم الشيء هذايا. بالضبط، هي الحقيقة فنون الشارع كنا نعرفوها قبل في شكل احتفالي بالمجورات النوفمبرية إلى غير ذلك، وقتها كنا نشوفوا موسيقى ورقص وفولا وأوسوا إلى غير ذلك، هذا اللي يصير قبل في الشارع. لكن فنون بمنطقها النقدي ومنطقها التعبير فولا والحر إلى غير ذلك، هذا بعد الثورة حاولت فني رغم عني أنه تبرزوا وتنشروا بين قوسين نقولوا نحن الفيروس هذا بتاع فنون
من الشارع الى اي مدى يمكن يتواصل من شخص لشخص ولا من مجموعه لمجموعه. اليوم موجوده فما مجموعات الحقيقه للامانه للذكر في القطار في قصر هلال في منوبه الى غير ذلك, فما مجموعات شبابيه قاعده تخدم اليوم في فنون الشارع, تخدم اما بصعوبه حتى لليوم مازالت الصعوبات. هو اذا كان احنا كجمعيه نخدمه بصعوبه خليه مجموعات صغيره مازال حتى في الرفض نتاع الشارع التونسي. التونسي مازال مش قابل برشا زينه, مازال مش قابل برشا تعبيره. شنو يقول لك مجنون هذا يقدر شي يعمل في كياس؟ مازالت تصير الحكايه هذه بالضبط, معناتها حاجه غريبه على التونسي. والتونسي بون اللي متعودين به, اللي التونسي اي حاجه جديده ينجم يتقابلها بسهوله الا فن الشارع. فن الشارع حاجه صعيبه. علاش؟ على خاطر انت عندك مساج معين تحب توصله بنوع من الفنون اللي هي زاده حاجه جديده. دونك التركي سياسه وحقوق انسان والمعرش ولا قضايا تهم الراي العام باش توصل له بالفنون صعيبه شويه في خدمتنا احنا, وحتى هو كمتقبل بالضبط في التقبل. دونك صعيبه معناتها مسنس بالمسرح في القاعات نتاع المسرح, مسنس في السينما في قاعات تاع السينما, مش مسنس في شيء هذه في الشارع والا في حضور المعتمد والوالي المنظم هذاك الجو المنظم, وهو يتفرج من بعيد في حاجه فولكلوريه يعني صوره نمطيه قاعده تعاود من عهود, معناها اللي هي كما كنت تحكي بكري الماجوريت والا الفرق الفنون الشعبيه والا الخياله والا الجو هذاك الطبال والذكرى, ويروح الوالي من هنا ولا الوزير تنتهي المساله. يعني حركه كما هكا حركه فنيه في الشارع اكيد باش تلقى عباد معاها تحبها, ثم عباد ضدها لانها في كل الحالات تنتصر الى مجموعه ضد مجموعه اخرى في كل الحالات. بيان سور, اما هو راه كيف نقارنوا ما بين 2011 و 2015 و 2016 فما تطور كبير على الاخر معناتها في الشارع التونسي. بالضبط, فما ناس ولات تعرف معناتها جرافيتي, معناتها سلام, معناتها مسرح في الشارع ولا سينما في الشارع ولا بروجيكسيون تاع فيلم في الحبيب بورقيبه ولا اللي هو. دونك كومي معناتها فما تطور وفما حاجه مزيانه قاعده تتخدم, وبشويه بشويه ان شاء الله نوصلوا اللي احنا حشنا بيه ان شاء الله. دونك نمشيو نحكيو على التجربه الثانيه اللي هي مهمه, بدات في دوار هيشر يعني قاعه داخل المدرسه الاعداديه تحولوها انتم كجمعيه بالاتفاق مع اداره المؤسسه الى قاعه عرض وقاعه نشاط مسرحي, وكنا شفنا الصور حتى على باج فيسبوك نتاعكم ولا شفنا حتى على برشا جرايد كتبت وبرشا معناها مواقع الكترونيه تحكيت عليها الحكايه اللي هي انا واحد من الناس عجبتني ياسر معناها النجم كان تعجبني مع اني انا استاذ تربيه مسرحيه بالاساس, وعندنا مشكله كبيره في تونس في القاعات المهيئة. يعني أستاذ التربية المسرحية ولا أستاذ الديسان ولا أستاذ الموسيقى ديما يخدم في قاعة الدرس عادية, يعني يشترك فيها مع أستاذ المات أستاذ العربية وغيره, في حين أن ثم مواد عندها قاعات خاصة بها اللي هي التكنيك ولا الانفورماتيك والفنون. لا بعد الكراسي ونبدأ نخدموا الغبرة هذيك الكل إلا بعد الأساتذة اللي فكوا قاعات وإلا تلقى المدير يحب يعاون وإلا ثم مؤسسات قديمة فيها, لكن أغلب المؤسسات التربوية ما فيهاش قاعات. كانت البادرة من عندكم أنتم في القاعة الأولانية اللي هي هات نحكيو شويه على التجربه اللي هي ناجحه في دوار هيشر تاع صيف زينه, احكيو لنا على التجربه هذه. دوار هيشر هي كانت الحقيقه المبادره من عند التعاونيه اللي تابعه سوارت المانيا في تونس, وكانت هي اللي اقترحت علينا الفكره هذه انه الى اي مدى نجموا نفتكوا قاعه خاصة بالأنشطة الثقافية والمسرحية في إحدى المناطق الشعبية كيف ما دوار هيشر. الناس كل تعرف دوار هيشر اللي هي منطقة سخونة. وافقنا على الفكرة وجربناها, دخلنا بمنطلق تجريبي بالأساس الإكسبريمونتال, ما نعرفوش شنو باش يصير, ما نعرفوش شنو العواقب, شنو التحديات والأمال. نجحت الحقيقة العملية هذه بصفة كبيرة وتوسعت حتى ما كناش نتصوروا أنها باش تاخذ هذا المنطق نتاع تقبل الناس. كي نحكي على الناس نحكي على اهالي دوار هيشر, نحكي على المربين والاولياء, هذوما المهم بالنسبه لينا. سورتو تلامذة فوالا اللي هما الفئه المستفيده المستهدفه, يعني بالضبط. التلميذ هو اهم شيء في العمليه التربويه, محور العمليه التربويه. الباقي الكل ما نحبش نقول كلمه الوزير اللي انا مانيش موافقها برشا كوري عند التلميذ, لكن الاطار التربوي كل من اساتذه الى قايمين هما في خدمه التلميذ, وهذه ما فيهاش نقاش. اليوم نمشيو لبوارقوب, بوارقوب اللي هي ادوبا من هنا في ولايه نابل, والمدرسه الاعداديه اللي هي كانت ليسي قبل, وانا شخصيا قريت غادي معناها ونعرف بالجدال المنطقه ومنطقتي بكل فخره خاطر بكل فخر منطقتي الا الاشخاص اللي ثم ما يمثلونيش اكيد. في 7 جان في 2016 عقد شراكه بينكم انتوما كجمعيه والمؤسسه هذه. قدامي النسخه من العقد. نحن المكتب المسير لجمعيه فني رغما عني واداره اعداديه بوارقوب نلتزم في اطار مشروع نحن هنا بالتالي.
تبدأ أشغال تدشين قاعة الأنشطة الثقافية في شهر جانفي وتنتهي بافتتاحها يوم 6 فيفري 2016 اللي هو المفروض البارح. يطلق على اسم قاعة الأنشطة الثقافية اسم قاعة الشهيد شكري بالعيد. جمعية فني رغم عني هي المسؤولة عن الرؤية الفنية. جمعية فني رغم عني ملزمة باحترام القانون الداخلي للمؤسسة التربوية وإطاراتها. يتتعهد الجمعية رغم فني رغم عني بعد انتهاء الأشغال وافتتاح القاعة بالقيام بنشاط ثقافي على الأقل شهريا بالقاعة المشيدة. تتعهد إدارة المعهد بتفويض قاعة الأنشطة الثقافية وحمايتها والمحافظة عليها بعد تشييدها. كيف تتعهد إدارة المعهد وجمعية فني رغم عني باحترام البنود المذكورة عليه. دونك جوسكولا الحكاية واضحة يعني ثم قاعة اتفقتوا عليها باش يكون اسمها قاعة الشهيد شكري بالعيد وتخدمت القاعة تقريبا بريسك حاضرة بريسك فيني. شنو اللي صار من بعد؟ هو العقد تقريبا نفسه اللي عملناه مع الاعدادات ابن رشيق في دوار هيشر اول مره دونك عاودناه جس بدلنا اسم الساله دونك كل مره نسميه ساله جديده. اللي صار هو في نهار 21 ديسمبر 2015 اتصل بينا استاذ من الاعدادات بوعرقوب قال سمعتكم في احدى الاذاعات التونسيه وعجبتني الفكره ونحبوا علاش ليه نعملوا نفس الحكايه في اعدادات بوعرقوب. عملنا احنا ريشيرش نتاعنا على المنطقه هذه لقينا اللي هي من المناطق اللي مهمشه ثقافيا. قلنا علاش لي بيدره باهيه انه الاداره هي اللي كلمتنا دونك علاش لي مادام ما انتريسي خلينا نخدموا. جينا الاستاذ هذايا للبيرو قبل الساعه قبل 7 جانفي من بعد تنقلنا لهم احنا غاديك للمدرسه انا وبليل الديسيناتور اللي يعمل الديسان فوالا وتفهمنا احنا والمدير شنو احنا علينا شنو عليهم هما وشنو علينا احنا وشنو عليهم هما وتفهمنا على الشيء هذا الكل. اقترحوا هما اسم اخر للقاعة ما تعطينا احنا اقتراح وعطاو هما اقتراح ففي الاخر الاقتراح متاعنا اقناهم قالوا بالضبط لانه الاقتراح اللي قالوا هما هو استاذ كان يقري غادي كان بعد البروف هذايا اللي معنا قال تيان فما برشا معناتها الثقافة العروشية في المنطقة هذه وكل شيء دونك مش نختاروا اكزاكتومون دونك شهيد شكري بالعيد هو شهيد الوطن شهيد تونس الكل بالضبط دونك علاش لي وسافا وبيه ومشينا في العقد هذا وقعنا مع بعضنا ومرنا واضحه. بدينا لي تخافو نتاعنا نهار 18 قبل ما نواصل معاك معنا مدير المدرسه الاعداديه بوعرقوب سي عبد القادر الطرخاني. مرحبا بالساده المستمعين لقناه كافه. مرحبا سي عبد القادر حبيناك تكون بحدنا اليوم لكن للاسف تعذر عليك باش تكون بحدنا دونك بالتليفون باش نحاولوا نعرفوا المعطيات الكل نعرفوا شنو اللي صار يعني في الواقعه هذه اونتر كيميا واقعه لان اليوم اللي نحكيوا على بوليميك نحكيوا على مشكله كبيره يعني كان الهدف بالاساس من الاول على حاجه باهيه في ولايه نابل حاجه باهيه في منطقه بوعرقوب اللي هي حتى حد ما يشك اللي هي مهمشه ثقافيا يعني في غياب دار ثقافه في غياب نوادي اطفال في غياب كل ما هو ثقافي في المنطقه يعني كانت نجم تكون نقطه مضيئه في المنطقه لكن للاسف هنا نحكيوا اليوم على مشكله كبيره صارت بيناتكم ما نعرفش شنو التفاصيل كل هذاك على الزينه بحذانا وصيف بحذانا وانت معنا بالتليفون سي عبد القادر دونك بعد ما تكمل زينه نحب نسمع الراي نتاعك. دونك كيما كنا نحكيو معناتها بدينا الترافو نتاعنا نهار 18 تنقلنا لعدديه بوعرقوب في الليل انا وبليل وعمر. بدينا الخدمه كيما اي ساله معناتها اخرى دينا ماستيك وشنو ما بعد بدينا في الديسان نتاعنا كملنا الديسان اللي داخل. عجبتهم الحكايه ياسر من زينه قالوا لنا كل يوم يجينا المدير ويجيونا الاساتذه ويقولوا لنا يعطيكم الصحه و و و ورحبوا بينا بيان سور وهذا حاجه ما ننكروهاش بيان سور. سوفكو نهار 27 نهار 27 انا باش نرجع لتونس العرض مع العرض في الحبيب بورقيبه خليت الاولاد يخدموا. بداو هما في الديسان اللي برا اللي هو صورة الشهيد شكري بالعيد مع مقولة الشكري بالعيد اللي هي تقول سهل أنا نعملو 1000 ميكانيسيان لكن صعيب أنا نعملو كاتب أو مسرحي أو روائي كبير وهذاك رصيد تونس. كلموني الأولاد قالوا لي راهو فما مشكلة أبارامون خاطر كل مرة يتعدى بروفي يقول كلمة ويمشي. قلت لهم كملوا خدمتكم على رواحكم ومن بعد نحكيو. حكينا معناتها كل شيء وروحوا الاولاد على رويحهم كملوا خدمتهم. كلمني سي عبد القادر الطرخاني المدير قال لي راهو فما مشكله وصاير ضغط وكل شيء. قلت له خلي كل شيء غاديك هاني نهار الاثنين جايه نتناقشوا ونشوفوا حل وسط. فهمت قال لي داكوردو انا هكاكا وكلمني البروف وحده قال لي انا باش نجيب دهان وباش نحي تصويره شكري بالعيد وهذاك اللي موجود. زينه مش نطلب منك حاجه انا خاطر على غالب جانا وقت الاخبار مضطرين نمشيو للاخبار احنا مش نرجعوا نكملوا في الموضوع هذا نعتذروا لك سي عبد القادر مش تكونوا معنا نعاودوا نطلبوك بعد الاخبار باش نواصلوا في الموضوع نتاعنا نمشيو ديريكتومون للاخبار امال ومن بعد راجعين يلا.
ناسي ناسي سفيان الزيدي توصلنا الأربعة وثمانية وثلاثين دقيقة على كابا فيم. هذه هي لتراسة ستة متاع العشية. موضوعنا اليوم نحكيه على أبو عرقوب، على المدرسة العددية أبو عرقوب، بحذنا مجموعة فني رغما عني سيف الدين جلاسي وزينة المجري. مرحبا بكم مرة أخرى. نحكيه على الحدث اللي صار في أبو عرقوب في الإعدادية. معنا كيف بالتليفون سي عبد القادر طرخاني مدير المدرسة العددية بأبو عرقوب على القاعة. كنا نحكيه قبل الأخبار على الاتفاق اللي أبرمتوه نهار 7 جام في 2016 وبدأت الأشغال وتقريبا انتهت الأشغال في قاعة باش تعدوها للنشاط الثقافي، بالأساس قاعة خاصة بالنشاط الثقافي، مش قاعة درس عادية، يعني تقريبا قاعة خاصة داخل المؤسسة التربوية للنشاط الثقافي اللي هي الناس كل تنجم كانت تبارك هالحكاية دي وتقول يعطيكم الصحة. الاختلاف صار في اختيار اسم القاعة اللي هو قريت بكري في الشراكة، الاتفاق شراكة بيناتكم اللي هم موجود معناها كبند، معناها واضحة الحكاية. اسم القاعة باش يكون باسم الشهيد شكري بالعيد، وباش داش نهار 6 فيفري 2016 اللي هو ذكرى استشهاد الفقيد شكري بالعيد. دونك جوسكو لا الحكايه منظمه، فما حتى مشكل. دونك المشكله جيتو نهار قلت لي زينه بكري لقيتو الحيط اللي فيه التصويره نتاع الشهيد شكري بالعيد والمقوله نتاعو مفسخين مدهونين بالابيض وكان هم كان شيئا لم يكن. هو خلينا نوضحوا الاختلاف ما كانش موجود من الاول. دونك من الاول كنا متفقين على كل شيء انه القاعه باش تفتح نهار 6 فيفري اللي احنا مسؤولين على الرؤيه الفنيه بيان سور باحترام المؤسسه التربويه واللي القاعه باش تسمى قاعه شهيد شكري بالعيد. دونك نرجع قلنا مشيت رجعت نهار الاثنين اللي هو نهار 31 نهار 1 فيفري نهار 1 فيفري فوالا. كيف دخلت على اساس السنه باش تقعد كيف ما هي اللي نمشي واحنا غادي كجمعيه ونتفقوا مع الاداره ونشوفوا حل وسط. ايبيان اول ما دخلت السنه مقابلتني ما لقيتش تصويره شكري وما لقيتش المقوله نتاع شكري، نلقاهم فسخوها كيما ما قال لي معناتها الاستاذ هذايا كي كلمني في تليفون وقال لي احنا انا باش نجيب دهين يفسخ التصويره وهذاك اللي موجود. تفسخت التصويره، دخلت للمدير باش نحكي معاه، قال لي ما لقينيش حل. حاولنا نحكي ومنا يا سي عبد القادر تفهمنا، يا سي عبد القادر هكا وهكا. قال لي ليه وصارت ضغوطات من وسط الكوليج، ممكن اساتذه، ممكن ما نعرفش نقابه ولا اي حاجه اخرى. المهم انه تصويره شكري بالعيد تفسخت والمقوله تفسخت والقاعه تم افتتاحها نهار السبت 30 من دون علمنا من دون ذكر اسم الجمعيه واللي معناتها رجعوها قاعة درس عادية ومعش معناتها اللي اتفقنا عليه من الأول اللي اتفقتوا عليه كل حسب رأيك أنت زينة وحسب كلامكم أنتم ما صارش. سي عبد القادر كنت تسمع في زينة وتسمع في سيف، شنو اللي صار بالضبط؟ علاش وصلنا للمرحلة هذه؟ لا مرحبا بكم الصح. مرحبا بك. نحب نذكر بالله أنا بعددية أبو عرقوب العددية يعني تعد 1400 تلميذ. صحيح احنا عندنا نوادي، مش معناش بنكون نوادي، اذا المشروع اللي اطلقه السيد الوزير في احداث النوادي احنا موجوده عندنا نادي المجله ونادي الصحه ونادي القراءه ونادي الموسيقى موجودين يعني يشتغلوا ينشطوا ينشطوا. عندنا مشاركات احنا على مستوى يعني ثقافي، شاركنا في المنطقه الوطني للادب الوسط المدرسي نظمته مندوبيه الجوي بتطاوين وتحصلت ولايه نابل على المرتبه الثانيه بعمل قامت به يعني تلميذة من إعدادية أبو عرقوب هي ريهام خليل وقاعدين توا باش يشاركوا في يعني مسابقة نتاع التلاميذ وقوافي وحنا مشاركة كذلك في تحدي القراءة العربي يعني في إطار تنشيط يعني ثقافي يعني ودعما للمشروع نتاع السيد الوزير في هذا المجال. القاعة هذه هي تحفيز يعني للتلامذة وفرحانين بها برشا تلامذة. أنا نحب نوضح نقطة واحدة لهنا في كنت تسمع فيه، أنا والاتفاق اللي كنت تقرأ فيه سيادتك تقرأ في اتفاق قدامك أنت قدامي ورقة مطبوعة فيه من فيها تامبون فيها لحظة فيها إمضاء فيها إمضاء سيد المدير. لا فما التامبون نتاع المدير اللي هو ما يخرجش من بيرو المدير، ما نتصوروش معناها يكون ما نعرفش معناها اللي نعرفه أنا ثم إمضاء الجمعية ثم دو تامبون جمعية فني رغما عني وثم وزارة التربية الإعدادية أبو عرقوب المدير من غير سيناتور. أي. لا لم نمضي هذا الاتفاق والاتفاق والبنود بتاعه هذوما تفاجئنا بها بعد ما كملت القاعة بعد ما اشتغلت بعد ما كملت القاعة تفاجئنا بالرسم والتسمية.
الاتفاقات هذه كلها ماهيش موجوده وما امضينا حتى اتفاق. يا سي عبد القادر بربي خلينا نفهم خاطر انا قدامي الورقه هذه معناها الورقه مش متعدة الجمعيه الورقه لا لا التامبون تاع المدرسه الاعداديه هذه معناها اللي يعملها تزوير قضيه اخرى نحكيوا عليها نحكيوا على قضيه اخرى تو مختلفه كل الاختلاف معناها كان انت تقول انا التامبون هذا يتسرق من البيرو نتاعك وتطبع والا واحد مشى صنع التامبون وحده هكا نفهم خاطر قدامي الورقه الاتفاقيات بالامضاء مش باء وفماش حتى اتفاق هذا وعلاش صار الاشكال هو الاشكال صار لانه يعني كيف وفات القاعه ايش معناها وحار القاعه من داخل صار الاشكال بعد تطرح يعني الموضوع تطرح من بعد الموضوع تطرح من بعد احدث يعني توتر يعني وتجاذبات يعني سياسيه داخل المؤسسه حتى من خارج المؤسسه يعني هذايا اذا انا بالله خلينا نفهم استاذ سي عبد القادر شنو تجاذبات سياسيه هي ما نعرفش سماوا قاعه باسم مثلا الحزب الجمهوري ولا سماوا قاعه باسم حركه النهضه ولا معناه نعرف تجاذبات سياسيه تصير مع احزاب معناه ما تصيرش مع شهيد وطن معناه نحكيوا على شكري بالعيد شهيد الوطن يعني شكون اليوم ينجم يتكلم من حزب ولا من طائفه بخلاف اللي مش قابلين الديمقراطيه ويقول راهو شهيد بالعيد ماهوش شهيد الوطن كان ينجم يتكلم يجي هاو المسدح ويتكلم احنا نحترموا شهدائنا احنا نحترموا شهدائنا ونقدروهم برشا ماهوش مش 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 هذا الموضوع قلت لك انا هذا يحدث توتر داخل المؤسسه وحتى خارج المؤسسه باش نبدا واضحين حدث توتر وديجا كان تحكي مدينه قالت لك كي قالت لك هو يخدم وكل مره يتعدى استاذ بنا بدات التوترات وبدات معناها باش تصور هذا مش توتر هذا رده فعل عاديه معناها كيما واحد يدهم في داره بالاحمر واحد تعدى يقول له مخي باللون ما توتر كيفاش اعطينا كيفاش توتر معناها خلينا نفهموا اكثر فما توتر وفما ولا فما توترات ونقاشات وتبدأ ومعناها حتى من خارج المؤسسه فما حتى ردود فعل حتى من خارج المؤسسه وما دخل خارج المؤسسه في المؤسسه يعني اللي متعدي في الشارع نتاع بارقوب يعني اللي يسكن في حي الحريه مثلا ما دخلوا في داخل المؤسسه المؤسسه هي عندها خصوصيه عندها اداره تحكم فيها مع المؤسسه ماهيش مفتوحه على الشارع هذا الوضع اربك المؤسسه ولا فما توترات وتشنجات كبيره إذا أنا السيد الوزير أمني على المؤسسة وأنا يعني منخونش الثقة هذه والأولياء أمنوني على 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 أولادهم سمحني سي عبد القادر بالله خلينا نتفقوا على حاجه قبل ماهوش السيد الوزير اللي امن المربي على المؤسسه الواجب يؤمن المربي على المؤسسه باش نبداو واضحين باش ما نعملوش الحكايه نتاع السياسه سيد الوزير ماهوش معنى الوزير ما بارك الله فيه يعطيه الصحه يخدم في خدمته احنا رانا اطار التربوي يخدم في الوطن ما يخدمش في الوزير يخدموا كلهم في الوطن واحنا كمن سير المؤسسه هذه مسؤولين على سير نتاع الدروس في المؤسسه احنا ماهي مسؤولين عليه احنا هذا الوقع الاشكال الوقع اذا والتبييض والازاله اذا ما تمت اكتشاف ممكن توترات صارت وقال فما توترات هو عاد يعني طلاء الواجهه وما دخلناش احنا في طلاء الواجهه شكون اللي عاد طلاء الواجهه؟ هو قام اذا السيد المزاو قام باعاده طلاء اكتشاف يعني الوليد اللي معاكم بلال هو اللي عاود دهن الحيط بالابيض هو اللي كيشاف التوتر داخل المؤسسه وبدات الامور تتوتر سعد القادر عسيمه مرحبا سعد القادر بليل روح نهار الجمعه 29 جانفي روح وخلى التصويره كيف ما هي كلمتني انت بعد ما روح بليل لتبربه وقال لي وقلت لي راهو التصويره عملت مشكله كل شيء قلت لك انا نتفقوا انه نهار الاثنين نجيو نتفاهموا على كل شيء دونك بليل ما نحاش التصويره على خاطر سامحني معناتها احد اساتذه نتاع الاعداديه نتاعكم هو اللي اتصل بيا في الليل وقال لي انا باش نهز دهان ونحي التصويره معناتها هذا بعد ما بليل روح برشا سامحني مش هذا اللي صار احنا كي صار الاشكال هذايا اذا اعاد هو الواجهه كما كانت والمشكل وقفل هنا انه بما انه ولا مشكل وطرح مشكل قلنا نتحصلوا اذا بالتشاور مع كل حتى الاسره التربويه داخل المؤسسه يعني تم اقتراع انه تحصل على يعني نرجع للمندوبيه نتاعنا او الوزاره وتاخذ ترخيص وراسوا العمل. باهي سي عبد القادر انا سيف الدين جلاتي رئيس جمعيه فني رغما عني انا نشكرك ساعه من الاول على استضافتك لينا للمعهد والناس الكل بلال وزينه وعمر والاولاد الكل اللي يحكيوا على حسن الاستضافه نتاع سيادتك هذا ما نجم يحسب كان ليك وللمؤسسه بالطبيعه تبقى نتفاجئ انا اليوم سي عبد القادر انه يكون كيفاش ينجم يكون شخص في موقع مسؤوليه كيف ما سيادتك مدير مدرسه ينجم يصير فيها الارتباك هذايا اللي انت تحكي عليه بالنسبه لينا نحن راهو مانيش قاعدين نخدموا بشكل عبثي
فيه وإنما نخدمه بشكل منظم. كانك اليوم تحكي سي عبد القادر على التصويرة اللي نحاها بلال بالنسبة لنا احنا راو منش نحكيه من فراغ معناه منجيبوش من ريوسنا عن الإثباتات والأدلة الكل اللي هو ماهوش بلال اللي فسخ التصويرة. نعود نرجع لك من الأول زادة في علاقة بالشراكة اللي تم الاتفاق عليها من الأول واللي هي موجودة بالطبيعة. زادة نقول لك رانا منش نحكيه من فراغ وعن الإثباتات اللي تثبت اللي أنت سيادتك موافق على الشراكة هذية من الأول وفي بالك بها من الأول. هذا ما نجموش نحكيه عليه في بلاتو ميدياتيك سي عبد القادر، نجم نحكيه عليه أمام القضاء. احنا ما عندناش مشكلة ضدك كشخص ولا كالمؤسسة، بالعكس احنا نشجع المؤسسات كل انها تحافظ على أمانة هالمسؤولية هذه، لكن إذا وصل الأمر انه يتم التشكيك في مصداقية الجمعية ويتم التشكيك في ما تخرجوا الجمعية في علاقة بالشيء اللي تعمل فيه، احنا راه مضربنا حد على يدينا باش قالنا نجيو لبو عرقوب ونخدموا سالة. هذا راه إيمان بينا احنا باش انه نتطوروا من أجيالنا القادمة، لأنه الكلام اللي نسمع فيه الحقيقة راه منجم كان يزيدنا صدمة على صدمة، وهذا راه سي عبد القادر باش يحط كل الأطراف باش تتحمل مسؤوليتها قدام القضية هذه. الو الو نسمع فيك سي عبد القادر، ما زلت معنا على الخط؟ يلا دونك في ردك على كلام سيف الدين جلاسي. لا ما شو ما عنديش حتى رد، احنا راهو تلفزيت راني فرحانين ياسر بالقاعة، وديما نأكد راهو احنا اللي في بالنا باش نتعاونوا باش نعملوا قاعة لتلامذتنا باش ينشطوا قاعة للعروض الثقافية هكذا. هو من ناحيه الفكره حاجه ممتازه جدا، والبروسيدور اللي بديتوا فيها حاجه ممتازه جدا. احنا نحكيوا اليوم على الاشكال، احنا كنا تمنينا اليوم في البلاتو هذا نحكيوا اليوم على القاعه اللي دشنت البارح والاطراف كل راضيه، ونحكيوا على ابو عرقوب اللي على الاقل مش واللي فيها قاعه صغيره للمسرح في مؤسسه تربويه، لكن لقينا روحنا نحكيوا على عركه، نحكيوا على مشكله، نحكيوا على اتهام منك بتزوير وثائق لجمعيه فني رغم عني، وهما يقول لك لا عندي طامبون والورقه قدامي. يعني اليوم نحكيوا على قضيه يظهر القضاء باش يشوفها، مش احنا، انا لاني قاضي لاني محامي نجم نحكي على الحكايه هذه، مي كاعلامي نجم كان نحكي على الحكايه. سورتو يسمعوا فينا الناس الكل اليوم، حتى اللي في بعرقوب يسمعوا فينا، وتحيه ليهم الناس الكل اللي يسمعوا باش يكونوا على بينه باللي صار. خاطر خطير جدا الكلام اللي تقال اليوم، تقول كون الطامبون مش نتاعي، كون الاتفاق هذا ماهوش موجود. اسمعني لا ما قولوا اسمعني، انا ما قلت حتى شيء، انا قلت لم امضي على اي اتفاقيه. طبعت في الورقه وما امضيتش، بمعنى لم نمضي على اي اتفاقيه. طبعت الورقه قدامي مطبوعه وزاره التربيه والطمبوم تاع الاداره بالبنود، معناها مطبوع تحتها والبنود اللي كنت تقرا فيها انت معناش علم بها، كان فيما بعد فيما وقت اللي وفات الاشرار. ليه هذايا طامبون محطوط على ورقه فيها بنود؟ يعني اللهم عملت طابع على ورقه بيضاء ثم كتبوا عليها، يعني هذا اللي نجم نفهمه انا. فسرنا سي عبد القادر، نفهم انا حاب نفهم راهو لان بيدي مانيش فاهم. لم نمضي اي اتفاق، والاشكال كيف صار احنا قلنا اذا يقف الاشكال لهنا، اذا عندنا المندوبيه وعندنا الوزاره اذا تنظر في هذا الموضوع، اذا كان نواصل اذا تخيس من طرف يعني المندوبيه او الوزاره. المندوبيه تقول لي السيده المندوبه انه هذا شان المؤسسه، ما انا بيدي طلبتها حبيت ناخذ موقفها من الحكايه، قالت لي سيد مدير المؤسسه هو اللي نجم يجاوب على الحكايه هذه ويتحمل مسؤوليته كامله في اللي صاير الكل. هذا اللي سمعته من المندوبه الجهويه للثقافه للتربيه. فوالا دونك يعطيك الصحه سي عبد القادر، ميرسي بوكو كنت معنا اليوم في توضيح المساله هذه، شكرا ليك. دونك سيف زين اسامه، نحكيوا على قضيه اليوم، نحكيوا على مشكله، نحكيوا على حكايه خطيره سورتو بعد الكلام هذا. بالنسبه لي انا خطير كونه هو يقول لك انا لم امضي لكن الطامبون موجود. عرفتك الكلمه أيه عرفتك اللي انا لم امضي صحيح لم يمضي، لكن الطامبون هذا منين جا؟ هذا طامبون رسمي يا جماعه، ها الكاميرا قدامي لا ورسمي هذايا ها قدامي الاجتماعي. يعني هذايا تلقاه كان في بيرو المدير، يعني اذا يملكوا واحد اخر راهو فيها سرقه الحكايه، فيها حبس، مش لعبه الحكايه هذه. دونك لهنا نحكي على وثائق زينه. كيفاش صارت الحكايه بالضبط بالنسبه لامضاء الشركه هذه؟ هي انت امضيت، انت اللي عديتوا مع بعضكم مع المدير. انا اللي عملت الطامبون تاعنا، ما هو اللي عمل الطامبون تاعه في البيرو نتاعه. الطامبون ايه؟ لا معناها الطامبون صح بيه المدير ما صح بيه حد. بيان سور، هو نهار اللي جينا الاستاذ للفايات للبيرو نتاعنا قال لي سيف حضر الشراكه من توا، كيف تمشيوا تتفاهموا من الاول نصحوا الشراكه نتاعنا. وقت اللي مشينا هزيت معايا الورقه هذيا وقلت له سيد المدير هاو عندنا راي الشراكه هذيا، وتفاهمنا فيها حتى بالكلام قبل ما نوريه الورقه شنو
شاركتوا فيها وقلت له يعطيني التقديم للمؤسسة. دونك عطاني تقديم المؤسسة اللي موجود قدامكم ديجا وصحح لي القائم العام من غاديكا ما عادش المرشد التربوي ايوه اكزاكتومون دونك تبدلت فوالا اكزاكتومون دونك عطاني الورقة هذه عمل لي بالغرافوز وعمل التامبون تاعه ومد لي الورقة ومشينا على رويحنا على اساس متفاهمين ومرنا ومتفقين شنكر وينكر اموركم كانت باهية. لكن اليوم اللي صار القاعة تفتحت من جديد معناها والقضية نتاعكم عند القضاء سيف بالضبط انا الحقيقة على ضوء ما حصل ما عنديش مشكلة حسام لا مع اسم القاعة ولا مع تاريخ تدشينها وما عندوش حتى علاقة بشكري بالعيد في شخصه ولا في شهادته. عندي مشكلة مع التعدي على عمل فني ومجهود سهروا عليه ثلاثة جمعات الناس نهار وليل يخدموا في بوعرقوب يروحوا في الويكاند باش يعملوا دوش ودرشنو يبيتوا يصبحوا غادي يبيتوا يصبحوا غادي معناها ثلاثة جمعات يجي هو بين ليلة ونهار رولو متاع دهن تتفسخ التصويرة. بالنسبة لي أنا عدم احترام معناها شنو معناها جمعية مؤسسات راهي تتعامل مع بعضها ماهيش اشخاص. لا ثم حاجة شدت انتباهي أنا نشوف تصور على الفيسبوك يتفسخ الحيط كان علم تونس وتابع الأحمر ولا علم تركيا بالضبط بالضبط هذا هو دونك من عرفش أنا بالنسبة لي افهم أنت حتى اللي دهن كان ينجم يدهن في باله خلى علم تونس هو يضل حتى علم تونس ما يعرفوش بعد تلقاه جات عدى واحد قال لهم روح علم تركيا هو ما بالوش معناها هذاك هو بال توا وين وصلت معناها احنا بعثنا عدل المنفذ عاين عاين المحل ما خلاوش يدخل ما خليهش يدخل القاعه لكن شاف هو من برا وقارن بين شنو كيفاش كانت التصويره قبل وشاف زاد البلال اللي يحكي عليه اللي هو اللي رسم التصويره هذيا وتاكدنا من وجوده في منزلهم الوقت هذاك بالذات اللي هو يحكي قال لك فسخه هذا نهار ايش بالضبط نهار السبت نهار الجمعه 29 نهار الجمعه 29 فوالا دونك عمل المحضر المعاينه نتاعو وباش يسجلوا في المحكمه نهار الاثنين حتى بكل السيد المدير يسمع فينا باش يكون في باله بكل الحيثيات احنا بتبعنا ماناش مخبين وباش يبعث المحضر هذايا لسي عبد الناصر العويني وسي شرفي شرف الدين قليل سي شرف الدين قليل ومعه مجموعه من المحامين الاخرين امنه سماري والسيده يسرى فراوس معنا وسي غازي مرابط والى غير ذلك مجموعه كبيره من المحامين ولا باش تولي قضيه وطنيه محامين كبيره بالنسبه لانه كنا نسمع اسماء المحامين هذوما نعرفوهم هذوما ترافعوا على الشهداء ترافعوا على القضايا الكبرى في تونس من الثوره لليوم هذه قضيه راي يعني قضية كبيرة ولا هذه قضية راي عام ماهيش متعلقة بمسح الصورة فقط وإنما متعلقة بشيء يختير بفكر ظلامي يختير ياسر راهم كسروا تماثل في رديف وفي غيره وفي غيره وراهو تعديوا على برشا حاجات من صل حتى البرقيبة في حد ذاته كيفاش تعديوا على التمثال وإلى غير ذلك. اليوم هذا فكر ظلامي ونعرفوا شكون الناس اللي عملت الشيء هذا يقبل اليوم مازال يتواصل في الحوام الشعبية أما أنا اللي نحب نعرفه في بوعرقوب أنا نعرفها بالكدا شكون اللي عنده الجرأة باش يجي يتكلم هاي ميكرو كابافي محلول اسبوع كامل سورتو نهار لحد وقت نبدا موجود يا خويا اجا واحكي وقول راني انا ضد الصوره وعبر على الشيء هذايا خاطر السيد المدير كنا نسمعوا فيه بكري شويه زاد حب يعاومها الحكايه هو بيدو تحسه تحت ضغط زاد باش مانيش ندافع عليه لكن تحسه تحت ضغط تحسه يقول لك الراي العام والعباد وتقلقوا وكانه هو معناه في خدمه المواطنين اللي في الشارع مش في خدمه المؤسسه نتاعو وما كانش خاطر عنده اتفاق زاد بالنسبه لي انا انسان عنده اتفاق يمشي يسكبو في الاتفاق نتاعو يتحمل مسؤوليته والا يرفض من الاول كان ينجم يرفض يقول يا اخوي اخطاني انا ما نحبش ندخل في الحكايات هذه وقال عنا شويه نشاط ثقافي وهزوا اللي وصلنا له اليوم وانا نعرف اللي مش هذاك النشاط الثقافي اللي وصلنا له اليوم حسين ما نحبش ندخل في الديتاي هذوما اللي وصلنا له اليوم مش في علاقه حتى بالمشكله الاخيره اللي صارت في بوعرقوب معناها حتى في علاقه بقضيه وطنيه كامله المشكله اللي هو عدم حسن اتخاذ القرار في الاوقات المناسبه. انت راك صاحب مسؤوليه انت مدير مؤسسه وصاحب مسؤوليه كيفاش تنجم تقبل هالشيء هذا اللي صار قدامك وتصير لك مشكله مع مؤسسه اخرى اللي هي جمعيه اخرى ومن بعد تتملص من المسؤوليه. سيف الدين جلاسي زينة الماجري مازلتوا مش تواصلوا في الاعمال هذه وين نلقاوكم المره الجايه في انا مدرسه اعداديه؟ في المروج. دونك ديجا نهار الاربعاء اللي فات كان عندنا اول اجتماع مع في اعداديه في المروج واللي باش نبداو الخدمه على قريب نهار الاربعاء الجاي زاد عندنا ثاني ريونيون اللي باش نبداو بها الخدمه في المروج باش نفتحوا قاعه اخرى بيان سور والقاعات مازالت متواصله والخدمه مازالت ترجعوا بحذانا وقت اللي تحبوا وقت اللي تداشنوا قاعه المروج نرجعوا لها احنا انا مش نعدي شادي اشهب سيلفي بعد شويه اميره عامر ضيفتنا ميرسي بوكو سيف ميرسي زينه يعطيكم الصحه كنتم معنا باي باي نتقابلوا بعد شويه احنا كابا فان الكلمه ليك